عيد الجده ولا الزغر عيديها اليوم رانا فرحانين بهذا العرس الكريم لانطلاقة المسابقة الانتخابية اللي راح تقوم في 4 مايو إن شاء الله. اليوم جينا تول الأخ مسعود شياح اللي نشكره بزاف، وعلى بالكم هذا الإنسان هذا راه صديقي من تقريب 30 سنة، والأول في سطيف اللي تقدم ليا قال لي الحاج انت راك انسان مولا خير، وانا راهي الدار تاعي راهي ليك، باش تعلموا باللي انا ولد طنجه، ونطلب من السكان تاع طنجه شوفوا كيف راني حليت المداومه هي الاولى في ولايه سطيف، بديت في طنجه باسكو هذا الحي هذا ما بغاتش سواء لي ديبيتي سواء المسؤولين باش يشوفوا هذا الحي هذا الكريم اللي فيه تقريبا 40,000 نسمة اللي يعني ما شافوش بالعين الاعتبار. دونك نزيد نطلب من الشعب تاع طنجة باش يدعمونا ونستكثر خيرهم على هذا الحفل الكريم. عندي أنا هذا هو المستقبل، كي يشوفونا هكذا وإحنا نشوفهم فرحين بالطبلية زورك هكذا ويستمع، هذا إن شاء الله المستقبل القريب إن شاء الله يكونوا هما في بلاصتنا إن شاء الله. الو نقدم لكم الاخت الكريمه اللي راهي معايا في القائمه. اولا قبل ما نقول اي حاجه، انا بنت طنجه، زوجي ولد طنجه، هذا الكارتي زاد فيه زوجي وكبر فيه، انا بنت حي حيوي. اذا نتمنى من اهل طنجه اكبر واعرق حي في ولايه سطيف ان يفوتي على قائمه 33. انا نقول حاجه قدام الرجال وما يغيظهمش الحال، الفوت يجيبوه نساء وتحيه نساء. أنا مع خونا بالعياط وذكرتينا وجارنا وخونا، وهذه أخت زاد في طنجة وهذو زادوا في طنجة، وطنجة بربي إن شاء الله وكم معكم بربي إن شاء الله، وتحية الجزائر. هاي